فرد عليه مبارك بن قذلان طبعا هني ما كانت المجاراة على نفس القافية، لهذا السبب كان المطلوب تذويب الحديد ليست مجاراة فقط. فرد عليها مبارك أنه يرد يعني خلف الياء بالهاء، لأنه يرد الكلام العائد لمحمد بن سعيد، قال ناح الحمام وشوقنه، هذاك يقول وشوقني، قال مبارك بن قذلان ناح الحمام وشوقنه اللي هو محمد بن سعيد، قام نير انطار جلحان بأشكال فن يسي عنه ذوب حديدا قاسي ولان. فهني الاثنين قدروا يذوبون الحديد وكانوا متعادلين في هذه المبارزة الشعرية. طبعا الرابط في القصة أن أبو سعيد يوم تحدى خويه في تذويب الحديد ورد مبارك بن قذلان وذوب الحديد، فكانت شبيهة بالترميز أو بالألغاز أو بالمهارات الشعرية اللي دائما نمهد فيها قبل الدخول إلى اللغز الشعري.